أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في المجلة اليهودية. حلقة اليوم سوف تتعرف على شيء مختلف. قلنا أن الخطوط العامة للمجلة بأنها منوعة، أشياء مختلفة، قد تكون مرة موضوع تاريخي، مرة موضوع عقائدي، ومرة موضوع قصصي. اليوم سوف نتحدث عن أمر من الأمور التي يمكن أحياناً أن تشغل بال بعض الناس. لو نحن مشينا في الشارع ووجدنا قطعة نقدية ما، أو لو وجدنا قطعة مالية ما، أو لو وجدنا ساعة ما أو بضاعة ما، شخص ما نسي شيئاً أو أسقط شيئاً، ماذا يجب أن نتصرف؟ ماذا يجب أن نعمل؟ هذا ليس سؤالاً جديداً، هذا السؤال موجود عند الجميع، عند جميع الشعوب، وعند أكيد جميع العقائد. هذا السؤال يتعلق بالضمير، عندما أجد شيئا ما ماذا يجب أن أعمل. وهذا السؤال أيضا موجود في الفكر اليهودي، إذا وجدت شيئا ما ملقيا في الأرض أو وجدت شيئا ضائعا ماذا يجب أن تعمل. متعرف عليه إذا أردنا أن نستخدم عبارات الفقه أو الهلخة، فهذا متعرف عليه بالفقه اليهودي باسم هاشافات أفيدا، ويمكن نكون أقرب ترجمة له لو فكرنا في الطريقة اللي موجودة في مجتمعنا. الفقه الإسلامي يسمى اللقطة. أيضا الفقه الإسلامي يعالج قضية إذا وجدت شيئا ما يسمى اللقطة. فإذا هاجفت أفيدا أو اللقطة، نحن اليوم سوف نذهب برحلة اللقطة في الفقه اليهودي. ما هي أحكام اللقطة؟ في الحقيقة إن وجدت شيئا ما في ضائعا، فيوجد في الحقيقة أساس كتابي لهذا الحكم، بمعنى هذا ليس اجتهاد قائم على الفقه، ولكن يوجد له نص كتابي. لدينا في سفر الخروج نص يقول: إن صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترده إليه، في سفر الخروج. إذن هذا هو الأساس. طيب ما أهمية هذا الأساس؟ هو في الحقيقة له أهمية مزدوجة. أولا يقول، منلاحظ أني إذا أنت وجدت شيء ضائع فعليك مسؤولية العناية فيه. النص اللي موجود في سفر الخروج في الحقيقة بالنسبة لي برأيي من أجمل النصوص بخصوص اللقطة، يعني هو يتحدث أن وجدت شيء لعدوك. فإذا حتى لو أنت وجدت شيء يخص عدوك، فأنت عليك مسؤولية أن تعالج هذه المشكلة، أن تحل هذه المشكلة. فهو ليس فقط يريد أن يجبر الشخص على أن يجد حلاً للشيء الضائع، ولكن عليه أن يمنع عن نفسه مشاعر الانتقام. بالحقيقة أي واحد شخص فينا لو كان غاضب من شخص أو يشعر بعداء لشخص، فرح يشعر بشماتة لو وجد شيء ضائع. ولكن نص الكتاب يقول: لا يجوز لك أن تتغاضى عن شيء يخص عدوك، وأن عليك تسيطر، يكون عندك حس. في الحقيقة الاهتمام بالحس الإنساني هو وصية كتابية، حتى يعني: إن جاء عدوك فطعمه خبزا وأن عطش فسقه ماء، في سفر الأمثال. فإذا تصورات اللي نحن أحيانا نعتقد أن العهد القديم هو يعبر عن صرامة والقسوة، هو تصورات خاطئة. لماذا؟ لأن هذا نص واضح: إن جاء عدوك فطعمه خبزا. أبدا لا يوجد يعني أي أساس لأي اعتقاد من يوجد نمطين من الحياة في العهد القديم والعهد الجديد. هي استمرارية. في العهد الجديد لما في القديم هو روح واحدة، هي موضوع أن جاء عدوك فطعم خبزا. من كما نقول أني طيب، في عنا توضيحات صار لاحقا أني بتوضح أكثر الأشياء الضيعة. أشياء الضيعة في الماضي كان مختلفة، ممكن تكون شات، ممكن تكون ثور، ممكن أشياء كثيرة. يقول في التثني أني لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه. فمجرد ما تجد شخص لأخوك، حتى ليس بضرورة أخوك الحقيقي، ولكن فأنت عليك أن تلاقي له حل وتضمه إليك، تاخده إليك. إن لم يكن بيقول لك العدد، لم يكن أخوك قريبا منك أو لم تعرفه، حتى لو تعرف من هو أخوك، إذن أخوك إذن ليس بالضرورة شخص بالنسبة لك الأخ الحقيقي.
ولكن أخوك في المكان، أخوك في العالم الذي تعيش فيه. فضمه إلى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبه أخوك. وبيتكمل طبعا الإصحاح 1 و3 بالتفاصيل إني الأشياء اللي ممكن تكون ضيعة، وهكذا تفعل بحماره، وهكذا تفعل بثيابه، وهكذا تفعل بكل مفقود لأخيك يفقد منه، وتجد لا يحل لك أن تتغاضى عنه. إذا النص الكتابي واضح، إن وجدت شيئا ضائعا أو ملقى، فالنص الكتابي يقول لك لا يحل لك أن تتغاضى. إذا لا يجوز أن تتجاهل. لو الشخص على سبيل المثال كان في قطار أو في باص ووجد فجأة موبايل شخص ملقى على الكرسي، كتابيا لا يجوز له أن يتغاضى، عليه أن يأخذه ويجد حلا لهذه الإشكالية، لا أن يتركه ربما يتعرض إلى السرقة من شخص آخر. طيب لاحظنا أني كيف شلون أني الكتاب المقدس كان يهتم بالأشياء الضايعة فعلا، بدي بالخروج بشيء محدد ثم وسع أكثر وكمل الموضوع أكثر في سفر التثنية. طيب كيف الأحبار أو حكماء اليهود فكروا يتعاملوا مع هذا الحكم؟ إذا عندهم النص، دخلوا في الحياة العملية، صاروا في عايشين في مدن، في تفاصيل، إذا ففكروا كيف رح يتعاملوا مع هذا الموضوع. اهتموا أصدروا آداب أو نصوص تشريعية للتعامل مع هذه المسألة. السؤال، ما هي الحدود اللي حددوها أو القواعد اللي وضعوها لهذه المسألة؟ قالوا أني أنت لما بدك ترجع الشيء الضائع للآخر ففي قواعد ما معينة. أنت أول مسألة، هذا الشيء أنت مطلوب منك تتعامل معه إذا كان له أي علامة تميزه. لو أنت وجدت قطعة لباس أو وجدت أي شيء يحمل علامة مميزة أو فريدة، فإذا أنت عليك تحاول تاخده وترجع إلى صاحبه، أي شيء يحمل إلى علامة. إذا وجدت شيء باعتقادك أني صاحبه لسا فيه له أمل بالعثور عليه، نتخيل شخص وجد دراجة، ما دراجة هوائية وشكلها سليم وشكلها نظر، يعني ما بتوحي أني قديمة، ما لا له الصدى في مكان ما، فأكيد بتوقع الشخص أني ممكن ما زال لصاحبه الأمل في إرجاع هذا الشيء، لأنه شكلها لسه لم يعلوه الغبار، لم يعلوه الصدى. فإذا أي شيء شكله بيوحي أن لسه في له أمل لصاحبه بالرجوع عليه، فلازم تبذل لإرجاع جهده. نص من نصوص الفقه اليهودي المسمى المائدة المعدة أو شلحان أروخ، وهذا مشهور طبعا النص، كتب في القرن السادس، أيضا دخل بتفاصيل فقهية كثيرة بخصوص قضايا كثيرة، موضوع أشياء الضيعة، موضوع السبت، موضوع الصلوات. تقريبا هو قدم أشياء فقهية هامة جدا في القرن السادس عشر، ويسمى المائدة المعدة بالعربية ترجمته أو التلمود الأصغر الشهير. حتى في الماضي، في القرون الماضية 19 والقرن 20 وربما إلى اليوم، كل أسرة يهودية متدينة تحتوي على هذا النص، لأن هذا نص بمعنى فقهي يقول أن أي شيء موضوع بشكل يوحي أن يعني صاحبه مكان مقصود فما بيجوز تاخده. لو أنا دخلت إلى هذه الغرفة ووجدت قطة، ووجدت موبايل مرة أخرى، هذا النموذج، فإذا مفترض أن الذي ترك الموبايل هنا سوف يأتي بعد لحظات أو بعد هنيهات أو بعد دقائق لاسترجاعه، إذن مكانه لا يوحي بالضياء، واضح أن الشخص وضعه في مكان بشكل ما لا يهدف. إذا وجدت شيء في مكان واضح أن موضوع عمدا، فهذا لا يجوز أن تأخذه، يجب أن تعتني به. أحد الأشياء اللي يمكن الإشكالية اللي بنشوفها في الفكر اليهودي أحياناً، المتدين يقول إني إذا وجدت شيء ضائع وكان يوم سبت فأنت ما بجوز تلتقطه، تركه. وهي طبعاً نقطة إشكالية في الحقيقة، بالوقت اللي بيقول لك إني اتركه لأنه أنت وصيت السبت لا تجوز أن تعمل شيء، فهو عمله تحدي. ولكن الرب يقول إني عليك إني أنت لا تتجاهل، ممنوع تتجاهل في سفر التثنية. فكروا كمان أني ممكن يكون نحن نوضح أكثر، قالوا أني إذا هذا الشيء
له قيمة أكثر. طيب ما هي الشيء الآخر؟ قالوا إذا نبون نحط معيار آخر فقط إني له قيمة مادية ما. طب ما هي القيمة المادية؟ اختاروا عملة قديمة اسمها بروتان. هاي العملة القديمة تقريبا هي سعر الحالي ربما يساوي أقل من دولار بكثير، ولكن قالوا إني أي قطعة نقدية صغيرة في البلد اللي أنت عايش فيها صالحة لشراء شيء. أي قطعة صغيرة، جنيه نصف جنيه أو دولار نصف دولار أو أي شيء آخر، أو يورو أو نصف يورو، أي قطعة نقدية صالحة للشيء فأنت عليك أني أنت تتعامل معه وتأخذ هذا الشيء مسؤوليتك. يوجد نقطتين أخيرتين يقول أني وأي شيء كمان حتى لو قيمته النقدية متدنية جدا ولكن يتمتع برأيك بقيمة هامة لدى الشخص فأنت عليك إرجاعه. كيف يتمتع بقيمة هامة؟ يقول أني نفرض أنت وجدت قفاز واحد وهذا ليس له قيمة مادية هامة جدا ولكن شكله جديد، فأنت بتفترض أن الشخص الآخر صاحبه عنده الطرف الآخر، فإذا يحتوي إلى قيمة مالية أو قيمة هامة بالنسبة للشخص، فأنت عليك أن تراجعه. الشرط الأخير هو أن يكون أي شيء أنت بتبذل جهد لإرجاعه ما يسبب لك خسارة مالية. إذا شيء بيسبب لك خسارة مالية فأنت غير مطالب بإرجاعه، إلا إذا كنت تثق أن صاحب الشيء رح يعوض الخسارة المالية لك. السؤال الأخير، طيب إذا أنت وجدت شيء وما بإمكانك ما تعيده إلى صاحبه، أول شيء إذا هذا شيء فاقد للعلامة الخاصة، قطعة لباس ما له أي علامة تدل على صاحبه، قطعة ما معينة لا تدل على علامة أو تدل، أو قطعة مالية في الماضي كانت قطعة مالية يمكن لا ليس مثل اليوم. الأمر الثاني يعني الشيء اللي إذا كان ظهر متروك في مكان لسنوات، نفرض أنا مرة تانية بجيب مثل الدراجة الهوائية، وجدت في مكان ما دراجة هوائية يعلوها الصدأ والغبار، واضح أني ممكن يكون بقيت سنوات في هذا المكان، فإذا هذا الشيء واضح أني صاحبه نسي أو غير مهتم باسترجاعه أبدا، فهذا الشيء بإمكاني أنا أسترده. آخر موضوع في حلقتنا رح نحكي على آخر موضوع في حلقتنا، السؤال مطروح، يمكن سألوا السؤال أني إذا الناس العادية سألت أني طيب لو نحن وجدنا شيء ويبدو أن هذا الشيء يخص شخص غير يهودي من أممي من أي دين آخر، فهل يجب علي إرجاع أم لا إرجاع؟ الأحبار قالوا نعم عليك إرجاع، لأنه أنت لو أنت بتاخده أنت رح تجلب الشتيمة لأسم إلهك، وبينما أنت لو أرجعت أنت رح تجلب البركة لأسم إلهك، فإذا نص الأحبار قالوا أني عليك إرجاع الشيء لغير اليهودي حتى لا تجيب الشتيمة والعار لأسم إلهك. فإذا نحن اليوم بكون هيك أخذنا تعريجة مختلفة على الموضوع، يعني مختلف شوي كيف أني ممكن يتعامل شيء مع شيء ما يسمى اللقطة في الفقه الإسلامي. طبعا السعداء في اللقاء معكم مجددا، وحلقة اليوم هي انتهت، ولكن واثقين أني هي كمان فرصة لنشوف الآخرين ممكن ماذا ينظروا. أنا بشجع طبعا كل شخص سمع هذه الحلقة يعمل إذا هو مهتم في الدراسات يعمل مقارنة بين اللقطة في اليهودية واللقطة في الإسلام، وأكيد رح تكون مقارنة شيقة وربما يكتشف أشياء متشابهات ومتعاكسات. إلى اللقاء، ونلقاكم في الحلقة القادمة.